السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ عزابيل صبي وتكوين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والله يسهل لكم إن شاء الله تكونوا ناجحين في مباراة التعليم. إذا غنكملوا سلسلة الدروس ديالنا الديداكتيك النشاط العلمي في درسها الرابع، ودائما استجابة للطلبة ديال الإخوان الأخوات، وباش نلموا بجميع المواضيع ديال النشاط العلمي. يعني في ما سولكم في النشاط العلمي قناة أستاذ عزابي عطاتكم جميع الأجوبة إن شاء الله اللي غتمنكم ماشي غير الناجح إن شاء الله في التفوق، في التفوق المبارد ديال التعليم، سواء كان الكتاب إن شاء الله ولا الشفوي، لأن هذه المواضيع عادي إلا ما تحطاتكم في الكتابي راه غتحط لكم في الشفوي إن شاء الله غادي يسولكم. دونك إن شاء الله هذه النهار غنشوفوا الموضوع ديال الانفورماتيك، الانفورماتيك اللي تدمجات في وفق المنهج الموقع اللي جاء به أول مرة دارت السنة الماضية من تبدل لنا المقرر ديال النشاط العلمي المستوى الخامس والسادس. إذا إن شاء الله غنشوفوا الموضوع ديال النشاط العلمي ديال عفوا ديال الانفورماتيك والطريقة ديال التقديم ديالها في أي مستوى تدرس، وكذلك غنعطيو حتى واحد النموذج ديال الجدداء إن شاء الله. دونك ما تنساوناش من الدعم ديالكم القناة، هو اللي كيشجعنا أن نقدموا مزيد من الفيديوهات، وكذلك لا تنسونا من دعائكم الصالح. دونك نخليكم كما مولفين مع الدروس السابقة ونطلقوا في الحصة ديالنا إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله، غادي نشوف إن شاء الله كما قلنا في الأول هذا الموضوع ديال الانفورماتيك، وكذلك طريقة التقديم ديالو في الدروس ديال النشاط العلمي. إذا قبل ما غادي نبداو الدرس، إذا نحاول نجاوب الإخوان الأخوات، كنعتذر لأن ما كنجاوبش على التعليق كاملين. دونك غناخذ بعض الأسئلة ديال المتابعين باش حتى الإخوان غادي يستافدوا منها. دونك بعض الإخوان كيسولوا ديال الدروس ديال اللغة العربية، الإخوان الأخوات الدروس ديال اللغة العربية ما قدناش الوقت أننا نحطها، إلا كان الوقت كافي راه غادي نحطها، إلا سالينا هذا ما هو مقرر كما قلت لكم سالوا الديداكتيك النشاط العلمي الفرنسية وبقى لنا الوقت إن شاء الله راه غادي غنحط لكم الدروس ديال النشاط ديال هذه العربيه. ولكن اللي نقدر ناكد لكم ان شاء الله هو الديداكتيك، نقدر نحط منه واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الجدادات باش حتى الاخوان والاخوات يستافدوا جميع من القناه. راه بامكاني ان نحط لكم اي درس، ولكن ما كنبغيش كنحاول نحط لكم غير داكشي اللي كتحتاجوا الاخوان، وما كنبغيش نكثر عليكم نقوي عليكم حيت عارفكم الله يحسن العوان. الاخوان والاخوات كذلك كيجي اسئله المتابعين فين كنحط اللايف من هنا القدامه كيكون غير في القناه، أستاذ عزابي، فعلوا الجرس باش تلقى منين كنا عندنا اللايف تعلم به. السؤال الثالث الاخبار غادي نجاوب عليه طبقا لذاك المذكره ولا داك المراسله الوزاريه اللي جات في هذا في تكليف اللجنه العليا لتعداد المباراه ديال 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 اطر الاكاديميه. دونك هاد الوجاء في واحد الشق اختبار الاستاذيه، الاخوان والاخوات ما تسبقوش الاحداث، هذاك الاختبار خليه دابا باش حتى اللجنه مازال ما تكونات ومازال ما جمعات حتى نهار على ما اظن خلال الاسبوع المقبل ولا هاد غدا ان شاء الله غادي يجمعوا. دونك لا داعي لانكم تسبقوا الاحداث، خليه حتى دير وديك الساعه الاختبار الاستاذي راه ما غاديش يكون مخالف على المواضيع ديال انت، غيكون واحد التغيير طفيف ولكن ما يكونش مخالف تغيير جدري. دونك خليكم دابا مركزين غير مع التحضير للمباراه ان شاء الله. دونك نطلقوا في الدرس ديالنا وغنشوفوا لانفورماتيك الا جدات هاد لانفورماتيك. دونك هاد الادماج ديال لانفورماتيك لانتروداكسيون دو لانفورماسيون دو لانفورماتيك دون لو كوريكولوم دو بريمير، علاش جا؟ هو استجابه للتحديات ديال واحد العالم جديد ولينا كنعرفوه، اللي ولا كيدمج هاد المكون هذا في التربيه، ولا كيعتمد اساسي اللي كيكونوا اللي كيخليكم متكون جيد كيستجيب كما كنقولوا حنا الافاق والتطلعات ديال سوق الشغل. لان حاليا دابا حتى واحد ما بقى كيخدم بلا انفورماتيك، راه اي حاجه حتى
تقدر من هنا قدمتها للبائع راه تلقى عنده. وحتى دابا راه كاين لابليكاسيون في الموبيل كيخدموا بها هذا البائعين. دونك هذا الشيء كامل كيحتم على وزاره التربيط ان حتى هي كتساير التكنولوجيا العالميه وفي ادماج هذه الماده ديال الانفورماتيك ماشي غير من الاعدادي لا من هذا من الابتدائي. كذلك عندنا الانفورماتيك هي تا واحد لا ديسيبلين سيونتيفيك اللي كتخليك تكتشف العالم. لان دابا العالم ولا قريه اي واحد يشد التليفون راه يمكن له يدور على العالم كامل. دونك هاد الانفورماتيك سيتان كلي اللي يخليك دير اي حاجه تدخل اي حاجه سواء كيما كدور على العالم كامل ولا تسير السوق الشغل تقلب اي حاجه بغيتيها كتلقاها فهاد كيوفرها لك هذا الدومين هذا ديال الانفورماتيك. دونك هذا الشيء كامل كيجي كذلك كيجي كذلك يعني متوازيا المشروع ديال 2015 الرؤيه الاستراتيجيه ديال 2015 2030 واللي جا معها القانون الاطار اللي كيكزيجي كيفرض ان هاد المكون هذا خصو يكون في المرحله الابتدائيه. دونك هاد المكون هاد الانفورماتيك باش يدخلنا في هاد المرحله الابتدائيه من خلال واحد البرنامج كنسميه سكراتش. دونك هاد سكراتش هذا هو سيتان لوجيسيل دو بروغراماسيون يعني ديال البرمجه واللي حتى هو كما كتحتاجو جوجل اللي ولات كتلقى مؤخرا هاد اليوم الافريقي ديال هاد البرنامج هذا. والسبب ديالو هو ان الناس ديال مايكروسوفت تلقاو على ان ولا كاين نقص قليل في عدد المبرمجين ولا عدد البرمجين قليلين. دونك خايفين من هنا القدام ان ما يكونش الناس اللي كيهتموا بالبروغراماسيون ولذلك راه داير حتى جائزه ديال سكراتش وكيكون واحد الاسبوع كيحتفلوا به حتى وزاره التربيه الوطنيه كتندمج في هذا الاسبوع هذا. دونك هذا كامل هذه نبدا خاصه على الادماج ديال المعلومات في المنظومه التربويه. وكما قلت لهم خلال هذا البرنامج ديال سكراتش حنا غنعرفوا هذا سكراتش شنو كيعني وحتى الابليكاسيون ديال يعني ما هو عملي. دونك كنشوفوا بعدا التنظيم المنهجي ديال تقديم المواضيع ديال الانفورماتيك. دونك تقديم مواضيع الانفورماتيك كيكون عندك كتخصص له حصه واحده المده ديال 60 دقيقه. 60 دقيقة وفوقاش كدير بعد اول حاجه قبل من هذا عفوا قبل ما نحرقوش المراحل هاد المكون ديال الانفورماتيك يتقرا فقط في الخامس والسادس. كنلقاو غير عند الخامس والسادس فقط. دونك كيبدا التدريس ديالو ابتداء من المستوى الخامس والحصه ديالو كما قلنا حصه واحده في كل وحده فيها خمسه الاسابيع. كنلقاو حصه واحده وكتجينا في الاسبوع الاخر يعني الاسبوع الخامس الحصه الثانيه من الاسبوع الخامس. داك الاسبوع ديال التقويم والدعم كيكون الحصه الثانيه ديالو ديال النشاط العلمي مخصصه للانفورماتيك. دونك خلال الاسبوع الخامس من كل وحده يدرج هذا المكون ديال المعلوميات كاين ضرب. دونك نعاودو نقولوها الاسبوع الخامس من كل وحده يعني داك الاسبوع اللي كيتخص التقويم والدعم الحصه الاولى غدير فيها التقويم والدعم والحصه الثانيه كتكون الانفورماتيك. هادشي كاين غير عند الخامس والسادس. كنعاود ناكد هادشي كاين غير عند الخامس والسادس هما اللي كيقراو هاد المكون هذا. دونك ندوزو نعطيكم واحد النبذه على المكونات اللي كيقراو كيقراو في المستوى بالنسبه للمستوى الخامس. دونك المستوى الخامس كما قلت لك خدموا بهذا البرنامج سكراتش يمكن لكم تيليشارجيه وتعرفوا راه هو كتطبيق مزيان وما كيطلبش البرنامج البروغراماسيون بحال اللي كيكونوا كيعطيو بواحد الصيغه كنقول حنا بحال الصيغه يعني كنخدموا فيها بيداغوجيه اللاعب هي كنضرب لان التلميذ في نفس الوقت كيلعب كيديسيني في هذا البرنامج هذا وفي نفس الوقت كيتعلم كياخذ داك اللبنات الاساسيه ديال البرمجه. دونك بالنسبه للمستوى الخامس كتكون عندنا لي تيم اللي كاين بحال مثلا في الوحده الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادس. مثلا في الوحده الاولى كتكون غير لانتروديكسيون ديال هذا الكودين يعني كنشرحوا له شنو هو البريزونطاسيون ديال السكراتش هذا. كنقولوا لها هو السكراتش راه واحد اللوجيسيال ديال ابداع وديال البرمجه وكنشرحوا حتى الانترفاس ديال هذا اللوجيسيال فقط. هذا الشيء اللي كنديروا حنايا في الحصه الاولى اللي كتجي في الوحده الاولى. من بعد في الوحده الثانيه كنشوفوا الانترفاس ديال هذا اللوجيسيال سكراتش يعني هذا ليليف الفا مانيبيلي الانترفاس ديال سكراتش. كنعطيوه البي سي وكيكونوا اربعه ديال الناس دايرين عليه
كيخدموا هادشي الا كان مستطاع، الا كان مستطاع، وكيشوف حتى داك المكتب اللي كتوفر لنا الصور اللي غيخدم بهم لي فيشيه ولا لي ليتا. دونك كذلك في الحصه الثالثه كما تشوفوا لاريير بلون لي تيم اللي كيخدم لاريير بلون. الحصه الرابعه اللي كتكون في الوحده الرابعه كتكون لا مانيبيلاسيون، مانيبيلاسيون دو لوجيسيال، يعني التلميذ كيحاول يديسيني هذا، كيديسيني لنا واحد واحد الشيما، واحد الفيغور جيومتريك، يعني عيا الله كيبدا يمانيبيلي في هذا اللوجيسيال. كذلك عاوتاني الوحده الخامسه والسادسه كتكون مانيبيلاسيون، كنزيدو التلميذ الا كان درنا الديسان مورا غيدير لنا تريتمون دو تيكس، ومورا كما كتشوفوا الفا هذا الفا شيرشي دون جوجل، يعني كيحاول نعلمو كيفاش يقلب في الموتور دو ريشيرش بحال مثلا جوجل. دونك هذا هما بالنسبه للوحدات ولا المواضيع اللي كتقرا في المستوى الخامس. دونك نجيو نشوفوا المستوى السادس اللي غيكون تكميله لهذا المستوى الخامس. دونك بالنسبه للمستوى السادس كذلك في الوحده الاولى كان كيكون التلميذ ديجا عارف سكراش وعارف شنو هو الانترفاس ديالو، الارير بلون، البيبليوتيك كيفاش كيجبدها. دونك دابا كيولي فعلا كي مانيبيلي. دونك في الحصه الاولى في السادس كان اي شوازير اي بيرسوناليزي لي بيرسوناج، يعني كيولي يخدم لنا لي بيرسوناج واحد جوج ثلاثه، كيولي هذا يمانيبيلي يجبد هذا ويحطو في واحد لارير بلون. دونك كذلك في الحصه الثانيه البلوك داسكريبسيون كيولي يعرف كاع لي بلوك كاملين، ماشي غير بلوك وحده، كيعرف البلوك بحال مثلا ديال الموفمون، كيفاش نحرك هاد ليتان، كيفاش لابارونس ديالو، ليفينمون، الكونترول، الصوت. كذلك حتى هذا الحصه اللي موراها كتكون تكميله الحصه اللي قبل منها. هذا في الوحده الرابعه اللي كتكون الحصه الرابعه هي كونترول لي بيرسوناج، يعني كيحاول يخلي البيرسوناج ندخلو لواحد الاوديو كيولي يهضر. الحصه الخامسه الكونترول التكميله الحصه اللي قبل منها حتى هو كيولي يهضر ويتكلم داك البيرسوناج اللي حط هو، اما طغوا وهو فوق ولا تحت ولا ينقز. دونك هذا في الوحده الرابعه والخامسه. بينما الوحده الاخيره كيفا بيرسوناليزي ولي كيعطي اللمسه ديالو على داك الديكور اللي باغي يخدمه، ماشي بقى يخدم غير داك لارير بلون اللي كيل بروبوز هاد السكراج، كلو يطور ويعطي ديكور اخر على حسب هذا حسب الرؤيه ديالو والافكار ديالو. دونك هنايا حاولت نعطيكم نبدا خاص على المواضيع اللي كتقرا في الخامس والسادس. دونك غنعطيكم هنا نموذج الجداد في المستوى الخامس في الحصه الاولى. دونك الحصه الاولى عندنا هي لانتروديكسيون او كودين دو الي دو سكراش، لوبجيكتيف ها هما البريزونطاسيون. هادو حنا دابا كنقول في حاله ربما يتعكسوا، ربما يتحط لكم شي حاجه من هنا، اللهم بعدا تعرفوا هذا الشيء كامل حتى الا سولكم في الشافوي تعرفوا تخدموا. دونك فوالا لي زوبجيكتيف: présentation de Scratch, la présentation des différents et qu'on compose l'interface du logiciel de coding Scratch, les supports didactiques, خلاص عندنا un ordinateur pour 4 ou 5 apprenants, عندنا هذا البروجيكتور حتى هو طابلو ليفري دو لابرونو. دونك الموداليتي دائما كنخدموا كوليكتيف كوليكتيف في الاول، ومن بعد كنعطيو للتلميذ فرصه انه يمانيبيلي. دونك الحصه راه حنا كناها 60 دقيقه اللي 55 و5 دقائق كتبقى النشاط الترفيهي. دونك هادو هما لي سيتياسيون دونتري هاد الاستاذ كيكون ديجا موجد لي زيكزومبل اللي غيخدم عليهم. هادو من بعد لي زاكتيفيتي اللي غادي يدير هما هادو كاملين. دونك هادو هما الخمسه ولا السته ديال المراحل، انا عطيتكم غير كنبدا باش تعرفوا هاد كيفاش كتحط هاد الجدد. عندنا لاكتيفيتي ها هي اللي تخدم لاكتيفيتي دو لونسينو، وهاد لاكتيفيتي دو لونسينو لاكتيفيتي دابرونتيساج هما هادو. دونك راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه في الجدد انك تخدمها، فغير كيعطيو الاستاذ كيعطي لي زيتاب باش يفتح التلميذ سكراش، المونتر كذلك او زابرونو كومون اوفري سكراش دوبو لوغ اورديناتور، يعني من دخل نتوما الاورديناتور كيفاش تخدمها كيفاش ديرو. من بعد كيفتح لهم هاد السكراش كيفاش، هادو كامل غير الحصه الاولى. من بعد راه اي لاطاج ديال التلميذ كتكون المقابل ديال الاستاذ كتكون المقابل ديالها لاطاج ديال لابرون. نتمنى انني نكون تكون في هاد المعلومات. هادو هما كامل غتحتاجو هما جميع الحوايج اللي غتحتاجو في هاد المكون انفورماتيك راه خديتهم في هاد الفيديو. الوغ الاخوان الاخوات كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وربي يسهل عليكم وتكونوا ناجحين في مباراة التعليم في هاد الليلة الجمعة ان شاء الله. ربي تكون الدعوة مستجابة، وكاع اللي متبعين قناة الاستاذ عزابي ربي يسهل عليهم ان شاء الله ويشوفوا اسماء ديالهم في اللائحة النهائية. ما تنساوناش الاخوان الاخوات من الدعوات ديالكم كذلك
الدعاء لي والوالدين الذين رباني. كذلك ما تنساوناش الاخوان من الدعم ديالكم القناه، هو اللي كيشجعني نقدموا مزيد من الفيديوهات. بارطاجي، خليو تعليق، جيم، اي استفسار ولا شي ملاحظه مرحبا خليوه في التعليق. نلتقي ان شاء الله مع الدرس اللاحق ان شاء الله، اللي غادي يكون ان شاء الله نحاول نخدم كذلك الديداكتيك، وغنحط لكم الجداد ديال النشاط العلمي اللي دائما اخوان اخوات كيسولوا عليها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.